Hey guys. نصور على عجالة. Welcome back to another vlog. هيا من أصدقاء القلم سألت وقالت لذلك أطلب منكم عمل فيديوهات تشرحوا لنا كيف كانت طريقة ليس فقط تربية أهاليكم ولكن طريقة توصيهم ودعمهم وغرس قواعد الحياة الأساسية. فخلينا نتفق إنه ما يمكن أبوي وأمي مو أرهب ناس في العالم، لكن ححكي الحكاية لأنك حتبغيني أحكي الحكاية. أنا أعتقد في حاجتين كانت مهمة أبوي وأمي يسووها. الأولى الانضباط. الانضباط كان شيء جدا مهم في حياتنا، بعض الأحيان حتى مو مفهوم. لما نقعد على الطاولة ممنوع تحط كوعك على الطاولة، هذه حركة حقت أجانب، بس يعني إيش فائدتها ما ندري. ممنوع نشرب سوائل مع الأكل، ما ترفع صوتك أو تغني بوجود أكل، ما تأكل في الصالة، تأكل في المطبخ. تفاصيل كده عجيبة. الفكرة كانت في الانضباط. اليوم اعتقد لو ابغى اقدر اسوي اي شيء، اقدر اضبط نفسي عشان اقدر اسوي اي شيء اللي ابغاه لو ابغى. اغلب الاحيان ما ابغى. صار عندي مكتب، هذا المكتب بسبوره، السبوره اهم شيء في المكتب. هذا محمد، هذا اثر فيا نوعا ما حتى في تعاملي مع الناس. الناس القليل اللي اشتغلوا معايا وجربوني اضغطهم بطريقه غير طبيعيه، لانه ابغى اختبر انضباطهم، ابغى اعرف قد ايش هو مستعد يشتغل بانضباط معين حتى لو كان غير منطقي. بس فكرة انه اذا انت عندك القدرة انك تنضبط في شيء حيكون عندك القدرة انك تنضبط في اي شيء تاني تبغاه. يقول لك في الكتاب اللي قرأته، طيب ما بكرة حوريكم الكتاب، التفكير الابداعي ما يصير بلابتوب، يصير بالشخمطة على الورقة والقلم والسبورة. الثانية اللي اعتقد كانت الاهم، كنا نجرب. لا كان ما في شيء ممنوع اجربه. كنت ابغى العب كرة سلة، ابوي راح ركب سلة في البيت، صرت العب كرة سلة، صرت لحد ما شوية افهم في كرة السلة. فاي هواية او اي شيء ابغى اكتشفه كان روح جرب اكتشف. هذه حتى اسويها مع الاطفال، لما يقولوا لي اوه ابغى اصور بالكاميرا، خد صور بالكاميرا. I'm actually stealing the camera and recording everything I see now. يمكن يكتشف انه هو مصور. يمكن يكتشف انه هو ما يحب التصوير. You're gonna watch whatever you watch and you tell me what are your thoughts. Okay. سلامتك. This show is called سلامتك. A very very popular show when we were young. وتشكل نسبة الإصابات في الوجه. I have a feeling that it's gonna be dangerous. التي تحوي قطعا معدنية صغيرة وتشكل الألعاب التي تحوي قطعا معدنية صغيرة. That's a crazy baby. سلامتك سلامتك. What did you learn? That's basically teaches you not to do stuff. Not to do stuff. فأعتقد الحكمة اللي تعلمتها من والدي يا هيا اللي سألتني، أعتقد هذه الحاجتين، أهمية الانضباط، والشيء الثاني إنك قد ما تقدر تجرب اشياء كثير وما حد يقول لك لا او ما يصير. في اشياء ما يصير تجربها، بس بشكل عام تحس العالم كله حقك ويمديك تسوي اللي تبغاه لما تكتشف ايش الشيء اللي انت كويس فيه او تحب تسويه. باي يوتيوب. Don't forget to leave a like, share, comment, subscribe. Don't forget, I love you all. Bye. جواب الفلوج السابق، لانه الفندق اللي انا فيه في الدوحة فيه له نفس الصوابين.